من ضمن الوظائف كمان لمراكز الطاقة محولات للطاقة من الترددات العالية إلى الترددات المنخفضة. ودي حتة مهمة جدا، اوعى تفكر ان انت لما تغمض عينيك وتفكر في ربنا هيحصل اتصال مرة واحدة، ده انت تتنسف لو حصل كده، لان ترددات الطاقة اللي جاية من عند الاله عالية جدا جدا جدا. في حديث نبوي هقول لكم بعده، مش لما يجي معاده سيدنا جبريل قال لو قربت من ادناها هتحرق. فاللي بيحصل ايه؟ ان انت كل ما هتقرب مراكز الطاقة عندك بتنشط وبتستعد لاستقبال اعلى، تقرب اكتر تستقبل اعلى، فكل شهر بيزداد الاستقبال وكل سنة بيزداد الاستقبال. فلازم تكون بتستقبل، مش كده مش مرة واحدة لا. عشان كده انا قاصد دايما اخلي كورس الطاقة الرئيسي بتاع السنة ده اخليه قبل رمضان بأسبوعين، عشان تبدأ تطبق من دلوقتي مع دخلة رمضان تكون بدأت تطبق فهمت وشربت الموضوع شوية وبتطبق، فتبدأ تاخد أكبر طاقة طول الشهر عشان تيجي آخره تكون استويت، فتاخد أعلى طاقة من طاقات ليلة القدر وطاقات الأيام الأخيرة. معايا؟ مش اللي بيجي في آخر يوم أو يصحصح وينشن على الأيام بتاعت القدر، مش فاهم حاجة أصلا، مش فاهم طاقة ده. نقل المعلومات من طبقة إلى أخرى، لأن إحنا عايشين في layers، وأي كتاب بتقراه فيه معلومات فيه طاقة، أي فيلم أي حد بيكلمك يعني خلي بالكم. أنا دلوقتي بقول لكم معلومات والمعلومات دي فيها طاقة صح؟ كل واحد فيكم بحسب الطاقة بتاعته هيستوعب. اللي طاقته ضعيفة هتلاقيه قاعد إيه؟ ما فهمتش، عيد، ما تتخضش أنا كنت أوحش منك ما تقلقش يعني. حلو كده؟ واللي طاقته أحسن شوية هيفهم معلومة لسه، واللي طاقته أعلى هتلاقيه فهم معلومة وراح مبرة إيه ده، واللي طاقته أعلى وأعلى هتلاقيه فهم المعلومة وطلع بيها معلومات أحسن مني، وتلاقي دماغي شغالة تلاقي كله شغال. استيعابك بحسب الطاقة بتاعتك. عشان كده خلي بالك، أنا دايماً لما بعمل محاضرة أو بعمل كورس بعمله بأعلى طاقة، فهتلاحظ إنك لما تشوفه بتستفيد منه، ولما ترجع تشوفه تاني بتحس كأنك شفته قبل كده، بينور في حاجات تانية. إيه ده؟ أنا ما خدتش بالي المرة اللي فاتت. هتروح تشوفه تالت، الله إيه ده؟ كل ما مجال الطاقة عندك يتنظف كل ما تستوعب أعلى، مع انه هو متسجل بس استيعابك وادراكك بيبقى اعلى بكتير. فهمت اقصد ايه؟ فلما تعمل تدريبات الطاقه بقى بتعلي الاستيعاب جدا وبتعلي دخول الطاقه بالوعي بتاعها بصوره اعلى. الشيطان بيقول بقى ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، وكأنه بيدينا إشارة إن وسوسة الشيطان بالأفكار السلبية اللي بتيجي من الشكرات الأمامية أو الخلفية، المنطقة اللي في الهنا، لكن مستحيل يجي لك في المنطقة اللي فوق، لأن دي منطقة الاتصال الروحي. عشان كده كل ما المراكز دي بقت سلبية، وطبعا اتصالك الروحي قل، فالمراكز كلها الطاقة فيها بتسوء، الوسواس بيزيد جداً. يعني مركز أجنة مثلا هو المسؤول عن حالة التردد أو حالة اتخاذ القرار والحسم، اللي مركز أجنة عنده فيه مشاكل تلاقيه بيخاف وبيقلق كتير، الوساوس عنده بتزيد، تلاقيه دايما إن متبع ما يعرفش ياخد قرار إلا لما يلاقي ناس كتير واخدينه، ولو عنده فكرة إبداعية بس ما حدش بيعملها غيره يخاف ويحس إنه غلطان لأن مش كل الناس بيعملوها، وبالتالي بيبقى دايما متبع دايما تابع أو سليف، يعني عبد، لازم يكون عبد لحد او عبد لحد كبير عشان هو اللي قال لي هو اللي قالولي، والوساوس عنده بتزيد جدا وبتزداد، وتلاقي التردد عنده عالي قوي. فلما اكون فاهم بقى ان كل مركز، وانا اتعمق بكره في حاجات رهيبه ان شاء الله عن كل مركز
تأثيراته النفسية ايه في حياتك، فانت تعرف بقى ايه المشاكل النفسية اللي عندك، تعرف انهي مركز اللي هتشتغل عليه، وتأثيرات العضوية والأمراض اللي بتحصل لكل مركز من الحداشر، عشان تبقى فاهم وعارف ايه الأخطاء. لو عندك مشكلة في كذا، عندك مشكلة في كذا، الناس اللي عندهم مشكلة في الجلد مثلا أو الحبوب والبثور والكلام ده، تعرف أنهي شاكرة مسؤول عنها. اللي عندهم مشكلة في تساقط الشعر يعرف أنهي شاكرة مسؤول عنها. اللي عنده مشكلة في حالة نفسية، إن دايما عندي غل وعندي حقد ودايما بتنرفز بسرعة، تعرف أنهي شاكرة مسؤول عنها. عايز أكون في حالة سلام وفي حالة حلم وتسامح، تعرف أنهي شاكرة تشحنها أكتر. عايز تبقى عندك إرادة ووعي وراكز، كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل لما نخش بكرة. وبعد كده مع كل شاكرة هناخد عملي في تنظيفها إن شاء الله. واحد كان في جلسة من جلسات الهيبنوسس برضو قعد يبكي يبكي بشدة ويبكي بشدة، وقعد يقول اللي كانت أمه وأبوه بيتخانقوا بيه وهو في بطنها، وده أثر عليه. قعد يعيد الكلام، الشتايم اللي كانوا بيشتموها لبعض، هي متسجلة صوت وبالطاقة، بس هو ما كانش فاهمها. لما عادها بقى فاهم وبيبكي. عشان كده البيبي هو في بطن الأم بيتأثر من طاقتها ومن طاقة أبوه وهو مش حاسس. وبالتالي مهم نكون مدركين بقى أن بتبدأ الهالة دي بتسجل اللي بيحصل من وانت متكون في بطن الأم. عشان كده وإحنا بنعمل التمارين بتعمل تنظيف بصورة قوية جدا، وده من أقوى أنواع التنظيف للهيستوري اللي متسجل في حياتك بقى قبل الميلاد حتى. مين فيكو مرة حصل له حادثة ولا موقف حزين بلبس معين، كل ما يلبسه يحس نفس المشاعر؟ الطاقة متسجلة فيه. الأماكن اللي حصل فيها مشاكل هتلاقي كل ما تدخلها تحس بنفس المشاعر، الطاقة متسجلة فيها. عشان كده البيوت اللي حصل فيها حوادث قتل مثلا أو حوادث خطيرة، إيه اللي بيتم؟ الناس اللي بتصرخ وهي بتتقتل لغاية ما يموتوا، طاقة الألم وطاقة الموت موجودة في المكان. فلو رحت تنام في المكان ده هتحلم بكوابيس وتقوم تصرخ وتحس بحاجة غريبة، يقوم قايل لك جن. جن إيه؟ الطاقة موجودة وليها طرق لتنظيفها على فكرة، وسهلة جدا. اللي فاهم طاقة نص ساعة نظف كل حاجة خلاص. ولكن أنا هنا لسه بتكلم عن الهالة عشان لما نخش في العمل تبقى فاهم إزاي نحمي نفسنا من الكلام ده. فخطورة إن الهالة بتاخد وتدي ومتفاعلة مع اللي حواليك، إنك ماشي عمال تجمع. فاللي مش دارس طاقة ده ربنا يكون في عونه، هو فاكر ان هو كده. يعني بعض الناس بيقولوا لي ايه، هو انت ليه ما بتطلعش ترد عليهم؟ انا مش فاضي. اللي مش عايز مش عاجبه خليه، هو حر. لما افضى بعد كده ابقى انزل حاجه اعملها. وانا ناوي ان شاء الله يمكن قبل السنه دي ما تخلص هعمل فايل مجاني يشرح للناس اللي عندهم قلق من الطاقه او لسه مش مقتنعين ازاي يقتنعوا باذن الله.